بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل، منه دائما سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والعون والنجاح. نحييكم من أرضية ميدان القبيب لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الصباح، ومنافسات سن الثنايا لأبناء القبائل من هذه المسافة، مسافة 6 كيلومترات، وضمن التمهيدي والسباق الثامن المقدم من اتحاد سباقات الهجن لتنافس الكبار في هذا الأسبوع. وهنا على أرضية ميدان القبيب لسباقات الهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم، صباح يوم السبت 24 من شهر ديسمبر، شهر 12 لعام 2022. هكذا ننطلق على بركة الله مع شوطنا الثاني، يعتبر الأول بالنسبة للإبكار الثنايا المهجنات الأصايل، بعد ما شاهدنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي خطف أول الأشواط مع المحليات الأصايل. شوط المهجنات يا ترى إلى أين سيذهب بانطلاقة هذه الأسماء؟ نذهب إلى المقدمة والصدارة. هذه هي مزون على مقدمة الشوط والمركز الأول، من يقدمها؟ محمد بن سهيل بن عويضان العامري على صدارة الشوط والمركز الأول، بينما في المركز الثاني النغلة مباشرة إلى المايدية، سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي يقدم المايدية على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث تقدم من سليل محمد بن سلطان بن علي الحافري الاكتبي، ياتينا باسم سليل على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هناك على الجانب الآخر، هذا هو شعار الرامس بن عامر بن قانوش العامري، يتقدم إلى المركز الثالث من خلال هذه اللحظات، بينما في المركز الخامس الوصول من راهية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شعارك يا أبو حمد الذي ينطلق بانطلاقته الرائعة في هذه اللحظات، بينما في المركز السادس هناك الوصول من وجنة، سعيد يابر عبد الله من يقدم لنا وجنة في هذه الانطلاقة وفي هذا الحضور الجميل. هكذا هي نتيجتنا أيها الأخوة المتابعون جميعا للست المراكز الأوائل المتقدمين، ولكن خلف الست الأوائل هناك أسماء حاضرة، أسماء منتظرة وقادمة في هذا الشوط، تحمل لنا الجديد دائما، وهذه هي الاستعدادات لمهرجان سيدي أبو خالد، لمهرجان سيدي رئيس الدولة حفظه الله، الذي سينطلق بالأسبوع القادم على أرضية ميدان التلة بإمارة عيمان، حيث الكل يستعد، الكل يعد العدة، وكذلك من بعد مباشرة مهرجان ولي عهد دبي الذي سينطلق في المرموم في 7 من شهر يناير القادم. الكل يعد العدة، ومتمنين التوفيق بإذن الله تعالى للجميع دائما لحصد النواميس والأشواط الكبيرة. عودتنا إلى شعار بن عويضان الذي يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. هذه هي في المقدمة والصدارة مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بمتابعة سالم بن حمد بن هيان العامري، ابو حمد من يتابع هذا الشعار بانطلاقته الرائعة على مقدمة الشوط والمركز الاول، بينما في المركز الثاني يتقدم بن منانه، يتقدم بن منانه، هنا سعيد بن منانه، سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي ياتينا بهذه الانطلاقة، لياتينا باسم المايدية هنا على ثاني المراكز في هذه اللحظات الجميلة، بينما في المركز الثالث
تقدم الملحوظ من جودة الرامس بن عامر بن قانوش العامري. يا مرحبا يا ابو هادف، يا مرحبا بشاعرنا الغدير الذي ياتينا بشعاره على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات من وجنا سعيد يابر عبد الله الحربي قادما ابو حمدان لياتينا بهذا الشعار، شعار الشقي، شعار الشقي الكبير الذي يتواجد على المركز الرابع من خلال هذه اللحظات الجميلة. بينما في المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات القدوم على الزاوية اليمنى من الميدان في هذا الانطلاق وبهذا الوجود الممتاز من قبل سليل محمد بن سلطان بن علي الحافري الاكتبي يتقدم بهذا الاسم. بينما الوصول على المركز السادس التقدم من شواهين محمد بن سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي غادما بشعاره الجميل في هذه اللحظات بن عويضان يتقدم باسم راهية محمد بن سهيل بن عويضان العامري بمتابعة أحمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري الذي يتابع هذا الشعار في هذه الانطلاقة الممتازة. بدينا في المنافسة القوية، بدينا في المنافسة القوية يا مزون يا خاطفة العيون. هذه مزون بن عويضان على المركز الأول على المقدمة الأولى، ما شاء الله تبارك الرحمن. مزون أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء المميزة دائما في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقة الجميلة مع شعارك يا أبو حمد، مع شعارك يا أبو حمد يا محمد يا ابن سهيل بن عويضان العامري. بينما في المركز الثاني التقدم الذي نلاحظه من وجنا، وجنا على مستوى المركز الثاني مع سعيد يابر عبد الله قادما الشقي، قادما الشقي وانجازاته الكبيره في عالم هذه الرياضه. بينما في المركز الثالث يتقدم محمد بن سهيل بن عويضان العامري برفقه مطر بن دحروي هنا بانطلاقه وجنا على المركز الثالث، بن منانه على المركز الرابع مع انطلاقة المايدية سعيد بن منانه بن غدير الاكتبي متقدما في هذه اللحظات المتميزة. الأسماء الأخرى القادمة شقرة محمد بن عتيق بن زيتون قادما بهذا الأداء، وهناك الوصول أيضا في هذه اللحظة القدوم من غرام حموده بن محمد بن حوته العامري على الزاويه اليمنى من الميدان. ولكن هذه مزون، هذه مزون، هذه خاطفه العيون. الله الله يا مزون، الله يا مزون، الله يا بن عويضان، الله يا اللحظات الاخيره، الله يا بن هيان. هذه هي في الصداره على المركز الاول على المقدمة. بينما في المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات الوصول من وجنة، وجنة قادمة بهذا الأداء سعيد يابر عبد الله الثالث راهية محمد بن سهيل بن عويضان العامري متقدما مع راهية، الرابع بالحوتة مع غرام حمودة بن محمد بن حوتة العامري، الخامس المايدية سعيد بن منانة بن غدير. هنا نتابع اللحظات الأخيرة. الله يا مزون، دخلنا أجواء الكيلو الأخير. عندما ندخل هذا الكيلو تبدأ الإثارة في تغيير كلي للمنافسة، في تغيير كلي للمنافسة والأداء. ما شاء الله على مزون، ما شاء الله عليها وحواليها. أوه بسم الله، بدأ يكلمها أبو حمد، بدأ يكلمها سالم بن حمد بن هيان. الله 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 يا مزون، الله يا مزون، انطلقت من جديد. سلام يا ابو حمد، سلام يا الخضر، سلام يا محمد بن سهيل بن عويضان العامري الذي يقدم لنا شعاره. يبشر شعارك بالخير يا ابو حمد، ابشر بالخير، ابشر بالخير في المهرجانات القادمه بالاداء المثير. هذه هي مزون، انطلقت الى الصداره، انطلقت، باعدت عن الكل لتبشر
ابو حمد، تبشر ابو حمد وتبشر جماهيره متيمين بهذا الشعار، المتيمين بهذا الشعار هنا مع الصداره الاولى. اشكرك يا سالم بن حمد بن هيان على هذه الاوامر بدون حركه، حركه خفيفه هنا بهذا الاداء وهي في الصداره. سلام 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 ابو حمد، سلام سلام، تحيه واحترام لهذا الشعار، سلام على هذا الاداء، تهانينا الى محمد. بسم الله ما شاء الله على هذا العرض، تهانينا الى محمد بن سهيل بن عويضان، والثانية سالم بن حمد بن هيان العامري، الثاني راهيه محمد بن سهيل بن عويضان، الثالث يذهب الى وجنه سعيد يابر عبد الله الحربي، بينما في المركز الرابع تصل غرام حمود بن محمد بن حوته العامري، بينما في المركز الخامس على وهي شقره محمد بن عتيق بن زيد المهيري، سادسا يذهب الى حضور وانطلاقه اعلان علي بن مصبح بن سالي الاكتبي. التوقيت الزمني 10 دقائق 15 ثانيه، تهانينا الى مالك مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والتهنئه الى سالم بن حمد.